سؤال الساعة مع إبراهيم الغربي. أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة. وسؤالنا في هذه الحلقة: المغرب في محيطه الأفريقي يأتي أفاق للدبلوماسية والاقتصاد والإحاطة بمختلف جوانبه. معنا أحمد التجاني سارة الإعلامي والمحلل السياسي السنغالي، وعبد الخالق توامي الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط والخبير المعتمد لدى البنك الدولي، وخالد الشجراوي الباحث بمعهد الدراسات الأفريقية بالرباط. أستاذ عبد الخالق توامي، تحدث قبل قليل وزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني عن السفارات والدبلوماسية. الدبلوماسية والاقتصاد أصبح الآن عنصر رئيسي جدا بالأخص في القارة الأفريقية. عنصر رئيسي جدا ويكمل بعضهم البعض، يعني أن لفتح الطريق بالنسبة للمقاولين بالنسبة للقطاع الخاص يجب أن تلعب الدبلوماسية دورها، وأعتقد أن يجب أن تلعبها على المستوى الأعلى ما يمكن في البلد، وبالتالي يجب على الحكومة وعلى السلطة العليا في البلاد أن تفتح البلدان التي يجب على القطاع الخاص أن يذهب إليها. هذا الجانب الأول. لكن الجانب الثاني، وقد أشار الأستاذ الشجراوي إلى الحالة التركية، حالة تركيا مثال يحتذى به، لأن في أقل من 3 سنوات أعتقد أن القطاع الخاص زار البلدان الإفريقية أكثر مما زاره المغرب، يعني أن القطاع الخاص التركي كان أكثر ديناميكية من المغرب، وليست هناك لا رابطة لغة ولا رابطة جذور ولا أي رابطة إلا رابطة الاقتصاد. وبالتالي أقول أن يجب هناك دبلوماسية سياسية التي يجب أن تلعب دورها، ولكن هناك الدبلوماسية الاقتصادية التي يجب أن تلعب دورها، وبالتالي فالكونفدرالية للمقاولة المغرب يجب أن تلعب دورها، يجب أن تحدد ما هي الأوطان، ما هي البلدان التي فيها إمكانيات للاستثمار المغربي. لا يمكن أن نكون غائبين كليا على البلدان الأنجلوفونية، فيها عدد كبير من الإمكانيات الاقتصادية التي يجب أن نذهب إليها ونستغلها، لأن لا نترك المجال فقط لإفريقيا الجنوبية أو لتركيا أو للصين، لأن لدينا عروق ولدينا إمكانيات يجب أن نسخرها لنذهب إليها. وبالتالي أقول أن الدبلوماسية السياسية تلعب دورا ويجب أن تدعم لتفتح الطريق، لتبسط المشاكل التي يحدث، أن تفتح سفارات قنصليات لتسهل على رجال الأعمال الوصول إلى تلك الأسواق، ولكن في نفس الوقت يجب على القطاع الخاص والمقاولات ورجال الأعمال أن يحددوا البلدان التي تتواجد فيها إمكانيات الاستثمارية ليصبح المغرب متواجدا في تلك البلدان. ولدينا أمثلة، إذا نجحت بلداننا، إذا نجح المغرب في الكاميرون ونجح في الكونغو، فيمكن أن ينجح في بلدان أخرى. يجب أن نضع اليد في اليد، أي القطاع الخاص والقطاع العام أي الحكومة، لنذهب لنتواجد في الأسواق، لأن الآن ومستقبلا نظرا للأزمة في أوروبا التي أصبح نسب نموها لا تتعدى 1%، هناك في بلدان في أفريقيا يستصل فيها نسبة نمو إلى رقمين، إلى أكثر من 7%، وهذه هي الفرص التي يجب أن نستغلها ليتقدم اقتصادنا. فاقتصادنا الاقتصاد المغربي وشركاتنا أكبر من اقتصادنا، يعني أنه يمكن أن تستغل، ولدينا في عدد من الأمثلة في شركاتنا التي نجحت في تلك البلدان، وأعتقد أنه يجب أن نتجه في هذا الاتجاه، وعدد كبير من المسؤولين واعون من ذلك. فما أتحدث عن الأخصار أن كان هناك قافلة للتصدير التي جالت مجموعة من البلدان الإفريقية، ست دورات، فبالتالي الطريق الآن واضح للإمكانيات الاقتصادية التي يجب أن تستغل بتزامن بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الاقتصادية. كذلك نلاحظ أن مثلا مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وأفريقيا ارتفع من 588 مليون دولار عام 83 إلى 3 مليار دولار. لا، ولكن اسمح لي، ارتفع ولكن بقي في أقل من 6% من تجارتنا الخارجية. تمام. يعني أننا نتعامل مع أكثر من 50 دولة إفريقية ونصل إلى 6%، ومع الولايات المتحدة 6% بلد واحد، وبالتالي لدينا إمكانية هائلة يجب أن نتجه إليها. اسمح لي أستاذ، تفضل. يعني هذا أمور نتفق عليها وأتفق مع الأستاذ التهاني. المشكل وهو أنه لدينا إمكانيات كبيرة وبالفعل لم نستغلها لحد الآن. القطاع الخاص المغربي في مرحلة من المراحل اعتبر كقطاع رائد، خاصة في نهاية التسعينات اعتبرت عدد من الشركات المغربية بدون ذكر بعض الأسماء اعتبرت رائدة على مستوى القطاع الخاص، ولها شراكات كبيرة مع شركات أوروبية وغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، سواء في قطاع المناجم، في قطاع التوزيع، في قطاع الصناعات الغذائية، الاتصالات إلى غير ذلك. وأظن بأنه المسألة ما ينقصنا حاليا، أولا
يجب أيضا أن ننتقد نوعا ما، أن نقف وقفة انتقاد لعملية أو هذه القوافي التي يقوم بها المغرب. أعتقد بأنه علينا أن نتجاوز نفس المنطق لهذه القوافل. هذه القوافل ما زالت وهي دائما تزور نفس البلدان، وكأننا نريد أن ندعو أناسا معتقدين بالأساس. أعتقد بأنه يجب أن نغير. أنا لا أقول بأنه يجب أن ننسى السنغال. السنغال هو المغرب والمغرب هو السنغال، هذه أمور تتجاوز في كثير من الأحيان حتى السياسيين. المغرب والسنغال يفرضان نفسيهما. هذه المسألة أنا لا أخاف على المغرب وعلى السنغال، ولكن أريد للمغربي ومع السنغالي أن يشتغل في أنغولا أو أن يشتغل في كينيا أو غيرها. لماذا لا نستغل هذه العلاقات البينية لكي نصل إلى المستوى الأخرى؟ لماذا المشكل المطروح حاليا هو أن المغرب لديه من الإمكانيات، نتحدث فقط عن الإمكانيات اللغوية اللسانية، معرفة المغاربة باللغة الإسبانية مهمة جدا، وهذا يفتح الباب أمام كل دول الناطقة بالبرتغالية والإسبانية في القارة الإفريقية وهي مهمة. أعطيت فقط مثال أنغولا ولدينا معها عدة مشاكل. هناك إشكال آخر هو مشكلة الغيرية، العلاقة مع الآخر. نعتقد بأننا نعرف المجالات الإفريقية، المجالات الإفريقية متعددة وليست واحدة. المغرب حاضر في السنغال كما أن السنغال حاضر في المغرب. السنغالي يعتبر نفسه مغربيا والمغربي يعتبر نفسه سنغالي، ولكن عندما أذهب إلى الكونغو أو إلى الغابون الأمر يختلف. هنا أتعامل مع ثقافات مختلفة. أنا مع دائما في إفريقيا ولكن أتعامل مع ثقافات مختلفة، وربما بعض الأحيان نتجاوز هذا المنطق ونعتقد بأن الأمور تتشابه. الأمور لا تتشابه، وبالتالي علينا أن نطور علاقات الغيرية في هذا الإطار على مستوى ضرورة تنمية البحوث وتنمية المعرفة فيما بيننا. أضف إلى ذلك مسألة أخرى، وهي أنه يجب على الدولة في هذا الإطار دعم القطاع الخاص، لكن عليها تأمين استثمار القطاع الخاص في المجال الإفريقي بحضور سياسي ودبلوماسي قوي على مستوى الدفاع عن مصالح هذا القطاع. ثانيا حضور الجهاز البنكي وهو جد متطور وبإمكانه أن يحضر بشكل آخر. ثالثا ضرورة عقد شراكات على مستوى رابح رابح. أضف إلى ذلك أننا هناك قطاعات مهمة لا نهتم بها. المغرب متطور على المستوى الفلاحي وعلى مستوى الصناعات الغذائية. حوض السنغال أمامنا ما زال يعني في حاجة كبيرة إلى الاستغلال. السودان ربما هذا ما يدفعني طرح سؤال بالأخص طبعا الزيارة الملكية لدول الخليج. هناك من يرى الآن بأن المغرب يتوفر على المؤهلات الضرورية ليصبح قطب استثمارات لبلدان الخليج في إفريقيا لتسخر بإمكانيات ضخمة. مثلا وفي هذا الإطار هو الفلاحة بشكل كبير. نحن نعلم أن المغرب راكم تجربة كبيرة على المستوى الفلاحي، فهذا المجال هناك مجال لوعد لتعاون ثلاثي الأطراف. طبعا نعلم أن الدول الخليج الآن تبحث عن أراضي لتزرع فيها وأفريقيا يعني، فهل هناك إمكانية واضحة لدى التعاون ثلاثي الأطراف؟ طبعا هناك إمكانيات هائلة للتعاون الثلاثي بين المغرب ومستثمرين آخرين والدول الإفريقية. يعني بدلا من أن تبرم المملكة المغربية يعني اتفاقيات مباشرة مع الدول الإفريقية فحسب، فيه إمكانيات لجلب استثمارات أجنبية تأتي عبر المغرب لتذهب إلى الدول الإفريقية. مثلا أعطي مثال الهيئة المغربية للكهرباء التي تعمل في السنغال ولكن بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. يعني البنك فيه طرف ثالث يتدخل ليسهل الاستثمارات يعني بين المغرب والسنغال. مثل هذه الأمثلة ممكن أن نعددها ونعززها يعني لتستفيد هذه الدول الإفريقية، لأن ربما كل ما تحتاجه الدول الإفريقية من استثمارات لا تتوفر في المملكة المغربية، ولكن بحكم موقعها الجغرافي وبحكم إمكانياتها المتعددة يستطيع المغرب أن يجلب هذه الاستثمارات لفائدة الدول الإفريقية، وأنا أعتقد أن هذا مهم جدا. أضف إلى ذلك أيضا أن التعاون الجهوي مهم جدا. مثلا لو نأخذ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو الاتحاد الاقتصادي والنقدي الغرب إفريقي،
الذي يمثل سوق ب60 مليون نسمة. هذه السوق مهمة جدا، وللمغرب إمكانيات لإبرام اتفاقيات مباشرة مع هذه الهيئات الإقليمية الجهوية، بدلا من أن تبرم علاقات ثنائية مع السنغال أو مع غامبيا أو مع غينيا. أنا أعتقد هذه مجالات جديدة ممكن استغلالها لدفع عجلة الاستثمارات ودفع عجلة هذه الدبلوماسية الاقتصادية كما أشرت. للإشارة، هناك اتفاقية التي يحاول المغرب إبرامها مع مجموعة هذه الدول. تعقدت الأمور مؤخرا لأن بعض الدول من 9 دول التي تكون هذا الاتحاد، الظاهر أنها لم تكن مستعدة لفتح مجالاتها التجارية بالنسبة للمغرب لأنها لم تكن مستعدة. هذا من جانب بعض الدول أقول، ولكن أعتقد أن في الأخير سيتم ذلك. وأعتقد أيضا أن فتح الأسواق الإفريقية بالنسبة للمغرب وفتح السوق المغربية بالنسبة للأسواق بالنسبة للدول الإفريقية لن يكلف المغرب أي شيء. لماذا؟ لأن اقتصاده كيفما كان الحال منفتح مع دول أكبر منه تنافسية، وبالنسبة لنا نحن كمغاربة كيفما كانت الاتفاقيات التي يمكن أن تبرم مع الدول الإفريقية ستكون شركاتنا رابحة. فهناك دول من أو مجموعة دول من 60 مليون نسمة، وهناك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تتم. أنا أريد أن أعود إلى ما طوره المغرب في العشرية الأخيرة من تجربة بالنسبة للبنية التحتية، من بناء البنية التحتية، وهذه سوق كبيرة جدا بالنسبة للدول الإفريقية، لأن بعض الدول الإفريقية الذي تشكو منه والذي هو حاجز لتنميتها الاقتصادية هو غياب البنية التحتية من طرق السيارة، موانئ، وهذه المسائل هذه بالنسبة للمغرب أصبحت اعتيادية. فالبلد الإفريقي الواحد أعتقد الذي يبني 150 كيلومتر كطرق السيارة في السنة قليلة. فالمغرب طورت تجربة كبيرة جدا في السدود وفي غيرها، ويمكن أن يضع تلك التجربة من خلال شركاته، من خلال مهندسه بالنسبة للدول الإفريقية، وهذا هو الطريق أعتقد صالح والكل يربح فيها كل هذه المسائل. تفضل أستاذ خالد. فقط إضافة على مستوى التعاون الثلاثي، يجب أن نعلم بأن الدول التي سلكت الآن ودخلت إلى السوق الإفريقية استغلت علاقاتها الثنائية مع بعض الدول الإفريقية. لا ننسى أن الصين في الستينيات كونت دبلوماسيها في اللغة الفرنسية في مدارس مغربية واستغلت هذا الجانب لدخول إلى السوق الإفريقية. كوريا الجنوبية استغلت حضورها الاقتصادي عبر شركاتها الكبرى انطلاقا من المغرب لولوج أسواق لم يكن المغربية لجوا، ومن بينها السوق الأنغولية. تركيا أول اتفاقية تعاون حر عقدتها مع المغرب، وانطلاقا من المغرب انطلقت نحو موريتانيا، وانطلقت نحو السنغال، وانطلقت نحو دول أخرى. فقط هذا النموذج ألا يمكن أن نستسيغه نحن لكي نبحث فيه في إطار آخر؟ كلمة قالها الأستاذ صار عن حوض قرب سان لوي، حيث يوجد المكتب المغربي للكهرباء ويوجد البنك، بعض الأبناك المغربية هناك. ولكن بعد ذلك أين هي المقاولة الصغيرة والمقاولة المتوسطية المغربية؟ أين هي الشراكة مع الاقتصادي السنغالي؟ أين هو نموذج شركة سوتيبا التي أسسها أحد الفاسيين والتي أنتجت تلك الأتواب المعروفة لباتيك حاليا المنتوج بشكل كبير؟ هذا ما ينقصنا، إعادة إنتاج نفس الوصيفة التي كانت في بداية القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر من لدن بعض الأشخاص البسطاء الذين رحلوا من مدينة فاس أو من تافيلالت أو من قلميم إلى داكار أو إلى سان لوي. ما هي العوائق إذن أمام هذا؟ العوائق، هناك طبيعة الحال بعض العوائق السياسية التي كيفما كان الحال لازالت موجودة مع الأسف، والتي هي عوائق. كانت هناك عوائق أيضا مالية، لأن إذا كانت رغبتنا أن نسير إلى الأمام نحتاج إلى تمويل، والتمويلات مع الأسف قليلة وتقل سنة بعد سنة. هناك طبيعة الحال الأبناك، البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، هناك بعض الممولين الخليجيين أو حتى الأوروبيين لبعض المشاريع. إذن المعيقات في نظري هذه. معيقات أخرى هي كما أشرت هو غياب البنية التحتية. للتذكير، عندما وضع مشروع النيباد لتطوير إفريقيا كانت إحدى ركائزه هي تطوير البنية التحتية في إفريقيا. كيف يمكن أن نطور العلاقات التجارية بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا إذا لم تكن لنا طرق، إذا لم يكن هناك موانئ بين الدار البيضاء أو طنجة ولاغوس مثلا، إذا كان يجب أن تنتظر يعني سلعنا الفلاحية أكثر من 15 يوم لتصل إلى بلدان إفريقيا، هذا غير ممكن. فإحدى العوائق أعتقد أن البداية يجب أن تكون بتطوير البنية التحتية بين بلدان، بين مجموعة بلدان، كانت موانئ أو رحلات أو يعني بين تلك الدول أو طرق سيارة ثم البحث بطريقة
متضامنة متشاركة بين الدول والقطاع الخاص للوصول إلى التمويل ليمكننا بالفعل بتحقيق مشاريع داخل تلك البلد. لأن الدول الإفريقية البعض منها غني ويمكن أن نستفيد من ذلك، ولكن البعض الآخر ليس غنيا ولكن في إمكانيات، ويجب أن نعرف كيف نتعامل مع هذا. إذا بالنسبة للجواب أستاذ إبراهيم، هو هناك المعيقات هي غياب البنية التحتية، غياب الضمانات، غياب الأبناك، غياب التمويل، هي التي تعوق في بعض الأحيان التطور الاقتصادي أو العلاقات الاقتصادية بطبيعة الحال، وهناك بعض العوائق السياسية التي يمكن أن نتجاوزها. المغرب يعتبر من ضمن البلدان الأكثر نشاطا في التعاون بين بلدان الجنوب، وهو يصنف في المرتبة الثانية على صعيد القارة بعد جنوب أفريقيا، ويتفوق بعدة مراتب على نيجيريا. هو عضو كامل عضوية في القارة رغم عدم وجوده في منتظمها الذي هو الآن الاتحاد الأفريقي خليفة منظمة الوحدة الأفريقية. هناك في الوقت الراهن إشكال يتمثل في كون المنظمة والمغرب المؤسسية كما نعلم تحولت إلى الاتحاد الأفريقي، والمادة التي تنص على مقتضيات العضوية أزيلت من ميثاق الاتحاد الأفريقي. هناك من يدعو المغرب إلى العودة، لكن الرباط تقول بأن البواعث السياسية التي دفعتها إلى مغادرة منظمة الوحدة الأفريقية لا زالت قائمة. ضرورة، هذا مشكل جد عويص وصعب تراجع عنه، بحكم أن ما دفع المغرب للخروج من هذه المنظمة ما زال قائما، وهناك صعوبة لأن المسألة لا أعتقد بأنها فقط ترتبط باعتراف بكيان، ولكن بمسألة مبدأ. يجب أن لا ننسى بأن المسألة منظمة لا تحترم مقتضياتها التشريعية، صعب صعب أن يلتزم بها. ثانيا، المشكلة أن هذه المنظمة المشكل ليس مطروحا فقط بحكم عدم وجود المغرب داخلها. لحد الآن للأسف الشديد رغم كل ما عقد حول هذه المنظمة من آمال، إلا لحد الآن أنها ما زالت منظمة عاجزة عن حل الشأن الإفريقي. لحد الآن نعلم بأن جميع القضايا الإفريقية هذه المنظمة بسبب بيروقراطيتها، بسبب النزاعات الجيوستراتيجية الداخلية، بسبب العديد من المعيقات، وبسبب أيضا المؤهلات الغير المتوفرة لدى هذه المنظمة، هي غير قادرة على التدخل لمعالجة المشاكل، سواء كانت في الغرب الإفريقي أزمة مالي حاليا، أو أزمة الكونغو الديمقراطية، أو أزمة الصومال منذ 92 إلى يومنا هذا، إلى غير ذلك. أظن بأنه بإمكاننا أن نتجاوز ذلك، أن نتجاوزه على أساس تدعيم المؤسسات الجهوية، بداية بمؤسسة ميتة ونائمة هي مؤسسة دول المغارب، التي يجب إعادة النظر فيها على أساس أن هذه النظمة بإمكانها في إطار أفق تطويرها المساهمة في حل إشكالية عدم وجود المغرب في هذه المنظمة. وأظن أنه عن طريق حل المشكل البيني فيما بين دولتين أساس في المغرب، ألا وهي الجزائر والمغرب، وهذه المسألة لا يمكن أن نتجاوز لها، الحل هو بين هاتين الدولتين، أظن بشراكة بالضرورة مع دول الجوار، موريتانيا شريك أساس، إسبانيا شريك أساس، ولكن المسألة دائما ما بين المغرب والجزائر. إذا حل هذا المشكل أظن بأن المسألة سوف تتجاوز، لكن عدم وجود المغرب في هذه المنظمة لا يعني عدم حضوره في القارة الأفريقية. بالعكس، أعتقد وهذا على مستوى الأرقام بإمكاننا أن نستدل عليه، أنه منذ خروج المغرب في 84 من هذه المنظمة طور بشكل أكبر علاقاته البينية والثنائية والمتعددة الأطراف الجهوية، خاصة وأنه لم يعد محكوما بالأحكام البيروقراطية لهذه المنظمة، وهي ثقيلة جداً.